علي رضا. استني شوي. علي رضا استنى. دقيقة. استني. خالدة نحن لازم نحكي. خالدة ما عندها شيء لتحكي معك بنوب. أعطيها التليفون لخالدة. قلت لك إنه خالدة ما عندها شيء لتحكي معك. ولك مين أنت ولك؟ أنت مين بتكون لحتى تقرر شو يلي بتعمله خالدة؟ أنا الزلمة يلي رح يتزوج خالدة عم تفهم؟ أما أنت مين بتكون فهمني؟ أنت شو عم تخبص ولا؟ ما بتعرف ما هيك؟ إذا ما بتعرف تقدر تسألها لخالدة أنا مين بكون وهي بتقلك وخليها تقلك من يلي أنقذ حياتك لرخيصة يلي ما بتسوى فرانك وبعد ما تجاوبك وقتها بتتصل بتعتذر مني وبتطلب الرضا وبتطلب إني سامحك وتبارك لي ليك ولك لا تضطرني إني ذكرك بحالي لا تقرب على خالدة بنوب وإلا وقتها ما رح رد على حدا ورح أقتلك يا شوفير التاكسي شو هذا اللي سمعته؟ صدقني أنا كنت بدي أحكي لك بس ما صحت لي فرصة شو كنتي رح تحكي لي خالدة؟ أنا فكرت إنه رح يقتلوك ما قدرت أسكت وخاصة لما أبي ما قدر يعمل شيء جبرت أتصل فيه لبراق أنتي طلبتي من هذا الواطي إنه ينقذ لي حياتي؟ وبعدين كنتي رح لك أنا مت من الخوف خفت إني أخسرك وما عرفت شو بدي أعمل وما خطر ببالي غيره هذا اللي صار اتصلت فيه قلت يمكن مراقب بيعرف شي وما عم بيقوله وأنا اللي عم بسأل حالي هذا ليش راكد بده يساعدني تطلعي أنت السبب بالأخير وأنا بعرف هالحكي من براق أرسوي منتبه للموقف اللي حطيتيني فيه هلأ خالدة لك قيمك من هذا الولد حبك إلي شلون بيتحول لشي بتفاصلي عليه؟ هي هي أنت عندك؟ أنا فكرتك رح تموت وكان أهم شي بالنسبة لإلي إني أعرف إنك عايش لك شو ما كان صاير خالدة؟ أنا دخلت بهالوسخ لقلبه جهنم على هداك التافه أنت شلون بتعملي فيني هالعملة؟ أنا ما عم بفهم أنت ليش هيك عم تقول؟ لك أنا رميت حالي بالنار كرمال انقذ لك حياتك وأنت مسائل برأيي لازم تعصب من حالك لأنك جبرتني أعمل هيك شي ما تضيعي القصة لك بموت ألف موتي أشرف لي من إنه واحد بده يساعدني بكفي أنا مليت من عالمكن من كرامة الرجال تبعكن من كل شي لك حاج على هلأ بيموت وشوي بيموت بكفي أنت مفكر حالك إنك قوي بس أنت واحد جبان علي رضا مفكر إنك قوي؟ آه؟ جاوبني ليش ساكت علي رضا أنت قوي؟ أنت مالك قوي أنا القوية أنا لك أنا ما في شي ما بعمله كرمال اللي بحبه بس أنت مو قدران تعترف بحبك إلي لليوم براق؟ شو طالع لبرا؟ ليك الطقس بارد كتير ركبوا فيكو رايحين أخي خير؟ فؤاد بيك عطانا التعليمات رفقي عرف وين كنا ورح نروح لهنيك تمام خدوا فاضل وطلعوا ترك لي جردال إلي وينه جردال؟ وينه؟ جردال براق عنا الشغل تحرك يلا براق اطلع خلصني
بابا يا ريت لو ما طلعت انت، مالنا اخذين احتياطاتنا. ابوك ما وصل لهي النقطه بشد ظهره بحدا يا ابني، وصل لهون لانه شاد ظهره بحاله بس. جايين مشان عليا خانم. افتحي الباجاج. تمام رؤو. انت فوت السيارة وبعتهم لعند الخانم. انت استنى برا. وسع هيك انت وياه بلا زحمه. هذا المكان لطلعت ما هيك؟ انا صاحب المكان فؤاد بيك، كنت مأجره لواحد اسمه طلعت، بس صدقني انا ما كنت بعرف شو عم يعمل جواته. إذا بتكذب علي مرة تانية بقتلك، سمعتني؟ المصنع التاني اللي كان متخبي فيه جابر ملكك كمان؟ أنا ما بعرف حدا اسمه جابر فؤاد بيك، اتصل فيني طلعت وطلب مني هالخدمة. طلب منكم مكانين بس؟ لا، خلاني اشتري 6 عقارات. بس ليش؟ بده كل هالأماكن؟ ما بعرف صدقني. رفي مرني بتشيك لي على كل العقارات المسجلة باسمه لهذا الواطي واحد واحد. خدوا لي اياه معكم، وإذا حسيتوا عم يلعب بديله اعملوا اللازم. تمام فؤاد أخا. قوم خذوه. معناتها هون عملوا العملية لأخوه ما هيك؟ مزبوط بابا، وجاب أخو علي رضا كمان لهون. ممكن تعطيني مجموعة المانيكور؟ تكرمي يا أختي. بشر بيك وينه؟ تأخر كأنه؟ هو على الطريق علي خانم، بس نحن اجينا قبل بوقت. بلا ما نستنى خلينا نبلش يلا. تفضلي ارتاحي يا خانم. حطي ايدك. اهدي شوي. حاجة صرخي. يلا بسرعة، يلا بسرعة، هاتي الشنطة. احمليها معي. تمام. شو
شو خلصتوا شغلكم بسرعة؟ عليا خانم ما حبيت إنه نحنا نشتغلها وبشر بيك على الطريق. ونحنا خلصنا شغلنا هون. استنى يلا. لا تمشوا، تعالوا تشتغلوا لي إلي. قولوا لي مين أنتوا؟ عم أسألكم مين أنتوا؟ أهلين أخي. أنتم مناح؟ إيه. شو وين كنتوا؟ كنا عم نشم هوا. مانك بردانة هيك؟ مو بردانة. شو يا مو؟ ألف حمد وشكر أخوك نفت، رح ينقلوه على غرفة عادية بعد شوي. علي رضا، انشغل بالي على أخوك ونسيت أسألك. نحن وبيت حكمة بيك لما أنت ما رجعت فأنا اتصلت بعمك مزفر، ما بعرف مين رد علي بس وصلك الخبر البشع؟ وصلني بس وضعه منيح، ما تقلقي عليه. الحمد لله على سلامته.